صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك عفاف. صباح النور. صباح الخير لكل المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا، اكيد لكل السوريين خارج او حتى داخل سوريا بدي اتمنى لكم يوم مليان بالحب والرزق يلي بتتمنوها والاشياء يلي بيكمل نهاركم فيها. بدي اتمنى لكم بهذا الصباح وكل يوم تكونوا بألف خير. اكيد مكملين معكم بمحطاتنا الصباحية اليوم وفقرات مميزة لمدة ساعة وربع وساعة ونص من الوقت. اما هلا عفاف مثل العاده مو بس بدنا نصبح على مشاهدينا ونقول لهم انه رح يكون معنا مواضيع متعدده ومتنوعه مثل كل يوم، وخبراء متخصصين من ضيوفنا رح يحكوا بالتفاصيل عن مواضيعنا وجوله من الاخبار المنوعه وبين المحافظات السوريه، ولكن بالبدايه خلينا نصبح عليكم بغنيه. رح نروح لأولى فقراتنا عفاف بعد ما عملنا طبعا جولة منوعة من الأخبار الطريفة والغريبة حول العالم. أولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن الحساب الذهني. طبعا يتم استخدام الحساب الذهني في الكثير من المهام والأنشطة واليومية مثل الشراء البيع والقياس وغيرها من المواضيع، ولكن الضروري تعليم الطفل الحساب الذهني منذ الصغر لأنه بيساعده بشكل كبير بحياته المدرسية واليومية. لنحكي بشكل أكبر عن هالموضوع بصرنا يكون معنا بصباحنا لليوم الأستاذة نغم حسن وهي خبيرة في الحساب الذهني. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير نغم وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية منك نتعرف على مصطلح الحساب الذهني ككل وإمتى ظهر كمان، واليوم في كتير أشخاص بتحس أنه هذا الحساب الذهني الأشخاص المبدعين بالحساب الذهني فهنون يصنفوا من الأشخاص الأذكياء أو العباقرة. برنامج تدريبي هو عمليات حسابية سريعة نعطيها للطفل مثل القسمة والضرب والجمع والطرح. في عدة مستويات له للحساب الذهني، بيجي الكيجي 1 كيجي 2 كيجي 3 طلاب الروضات، هذول بياخذوا اي بي سي. بعدين ننتقل للمستوى الصفر المستوى الزيرو، بعدين ننتقل للمستوى الوان ليفل 1. عدة 8 مستويات من الواحد للثمانية. أستاذ نغم، عادة بنشوف الأطفال وقت بيحكوا عن الحساب الذهني بيكون عم يستخدموا إشارات بإيديهم وما إلى ذلك، وهذا الشيء بيرجع يمكن للأدوات اللي هن نتدربوا عليها فبيتخيلوا هاي الأدوات وبيجروا عليها العمليات الحسابية. اليوم حضرتك جايبتي لنا عدد من الأدوات، إذا فينا نشرح عنا. أي تمام. هلأ بنستخدم الحساب الذهني عن طريق المعداد الأباكوس. هاد. أي تمام هاد. ونستخدم عن طريق الأصابع ونتخيل الحساب، بتخيل الطفل حساب بذهنه. نشرح عنه شوي. فينا طبعا فينا نجرب تعملينا شيء هيك على الهواء. الله يسعدك. أول شيء عندنا المعداد الأباكوس. أول ما بدك تجي تعرفي الطفل على المعداد بدك تشرحي له تفاصيله، إنه نحن عندنا هذا إطار المعداد. تمام. عندنا الخط الفاصل بين الخرزات العلوية والخرزات السفلية، كمان عندنا الأعمدة، كل عمود بيمثل مرتبة الأحد، العشرات المئات. عندي كل خرزة من الخرزات السفليات قيمتها العددية 1، عندي 4، الخرزة بالأعلى تحسب 5 قيمتها العددية 5. أيضا ننتقل لمرتبة العشرات، العشرات كل خرزة تحسب 10 من الخرزات السفليات، والخرزة العلوية تحسب 50، وهكذا مئات آلاف عشرات الألوف عشرات الألوف ما باقي ما تبقى من ال. طبعا أنا الخط الناتج، أنا لما بدي أقرب خرزي على الخط الناتج معناته صار معي ناتج. تمام. يعني مثال أعطينا رقم مثلا كيف بيتم حسابه. أنا إذا بدي أعطي أحد للطفل، طفل روضة مثلا، أنا عندي لنفترض رقم أو تمرين، إذا بدي أقول له 3 1، أنا ما بدي ألفظ إشارة الزائد أو الجمع مثلا، 1 5 صار معي 9. تمام. هو فورا رح يعطيني الإجابة، بس طبعا بعد تدريبات مستمرة للطفل. كمان نفس الشيء على مرتبة العشرات، عندي مثلا نفترض 20، لنفترض 10، كمان 50 صار معي بقلي 80. تمام. الطريقة الثانية للحساب الذهني عن طريق الأصابع، نشتغل عن طريق الأصابع. هي اللي بنشوفهم عم يشتغلوا عليها. يدنا اليمين هي الأحد مرتبة الأحد، يدنا اليسار هي مرتبة العشرات،
وكل اصبع كمان بيمثل الاربع السفليات بيمثلوا الخرزي 1 1 1 والخمسه بيمثل الابهام يمثل العدد 5. طب الطفل هون ما لازم يكون نغم عنده مهارات ضروريه لازم يكون مكتسبه هو او متدرب عليها وصاقل هي المهارات عنده لحتى هو يقدر كمان يقدر يدخل بمرحله الحساب الذهني؟ اي تماما. هلا الطفل الحساب البرنامج هو البرنامج الحساب الذهني هو بتثقل له شخصيته للطفل بتزيد مهاراته بتزيد عنده القدرة الإبداعية بتنشط الذاكرة بتقوي الذاكرة بنشط خلايا الدماغ بيزيد عنده الإبداع بصير في عنده ثقة بنفسه تماما. طيب في مهارات معينة لازم يتعلمها الطفل اليوم قبل ما يتعلم الحساب الذهني أو هو بيتعلم مثلا هاي المهارات بالتوازي مع بعض؟ لا بنبدا معه نحن من الصفر للحساب الذهني والمراحل بتجي هي عده مستويات للحساب الذهني هي مهاره لازم يتعلمها الجميع يعني الكبار والصغار مش بس الاطفال. صعب ممكن بدي اسالك انا لا انه في سن محدد اليوم لحتى الشخص يكون هو بارع بالحساب الذهني في سن معين يعني بتحسي انه التعليم على صغر بيكون اسهل بهي القصه؟ هلا نحن بنبدا مع الطفل من عمر 3 سنوات 4 سنوات بنعطيه المستوى اللي قلت لكم عنه الكي جي 1 كي جي 2 كي جي 3 هذول لهم كورسات اي بي سي بنبدا كمان مستوى الزيرو يعني من 3 4 سنوات لسن ال 15. طبعا في حساب ذهني للكبار يعني ندرب مدربات كمان يعني بنفس المستوى كلهم طبعا المدربات. هلا لما بدك تمشي انت مع متدربه او مع صبيه لنفترض بعمر العشرين اكيد ما بدك تمشي معها بالطريقه نفسها اللي بتمشي بيمشي مع الطفل اكيد. طيب كمان هي العلاقه بالمعداد اللي معي هذا الكورس او المستوى كورس الحساب الذهني هو عده مستويات هذا المستوى الواحد مستوى 1 المستوى الأول موجود في عدة عمليات حسابية أول شيء بنبدأ مع الطفل بمرتبة الأحاد ليتمكن منها بننتقل على مرتبة العشرات أيضا بيجي عندنا بهذا المستوى مكون العدد 5 بالجمع مكون العدد 10 مكون عدد 5 عدد طرح يعني. تماما بينما مكون العدد 5 أنا بدي استلف من 5 مثلا أنا هون على المعداد أنا عندي رقم لنفترض 3 بدي اضيف انا 2 انا ما معي 2 من وين بدي اخذها بدي في طريقه للطفل انه زائد 5 ناقص 3 مثلا يعني 3 زائد 2 يساوي عندي 5 هي القيمه العدديه او الناتج للتمرين. هلا هي التمارين كلها مشابهه لتمرين السوربان كمان ولا في شيء خاص له او بده كمان سن محدد لحتى الطفل او الشخص يقدر يتعلم السوربان؟ طبعا هلا كل قلت لك كل سن له مستوى محدد يعني او مستوى معين للطفل يعني انا ما فيني اعطي الكورس المستوى الثالث لطفل عمره صف اول مثلا 7 سنوات تمام يعني كل شيء له مستوى كل طفل او كل عمر له مستوى خاص فيه. طيب خلينا نشوف كمان وسائل ثانيه عم نشوف متعدده اللي بايدك هو اسمه بطاقات الذاكره بطاقات الذاكره عندنا هي بتنشط له الذاكره للطفل يعني انا فيني احط اكثر من معداد مرسوم المعداد على البطاقات اكثر من معداد كمان ورجيه لمده 10 ثواني مثلا الارقام الموجوده خربط له اياهم وبعدين سكر له اياهم انا اتذكر مثلا المعداد الرقم مع المعداد تبعه وينه فهو خلال فتره زمنيه مثلا انا بحدد له لمده عم بيطالبوا تختبرينا عم بيطالبوا أيوة تعملينا اختبار اي خلينا نعطيك اياها تفضل اذا بدك حطيها تمام مثل عندي الرقم 50 هذا 50 هذا 50 الخرزي 50 على البطاقه انا فيني مثلا ورجي عليها مع عده بطاقات وطب له اياها على انت كيف حللتي انه 50 مشان بس نسترجع اي تمام عندي مرتبه المرتبه الاولى هي الاحاد والمرتبه الثانيه هي العشرات 10 20 الخرزات السفليات هن اربع بتحسب 10 10 كالخرزي والخرزي بالاعلى تحسب 50 تمام فانه عندي انا هون على المعداد 50 قل لي الطفل هاي 50 فورا مثلا هاي 38
ما انا هلا ما عرفت احسبهم. اي تمام. بدها تدريب، بدها حفظ. تمام. يعني مثلا اكيد من اول مره ما رح نقدر يعني حتى نحفظ بشكل كامل، وبدها ورقه وقلم يمكن شوي شوي حللها لحتى يقدر بعدين. تمام. وعندنا 43 لنفترض مثلا انا بدي اعطيه مثلا يدور لي على رقم 17. تمام. بدي يطلع لي رقم 17 هي بيدور فيه على هاي. اي تماما. انه هيك ترسخ المعلومه بذهن الطفل كمان. معناها هون هو لازم يركز على النظر اكثر، يعرف بالنظر كم وحده فاتت فراشه كثير حلوه كثير حلوه. فهون هو اسمه تمرين الذاكره الذهبيه. اي تمام. بتقوي له، بتنشط له الخلايا الدماغ عنده، بتنشط له الذاكره عنده للطفل. تمام. على استمرار. ولقيتي هيك في نتائج حلوه ولا؟ هي طبعا هلا الطفل انا لما بيجي لعندي كان ياخذ مثلا على فتره انه حساب ذهني، فبروح على البيت بقول انه مو مصدق، تقول لي امه انه مو مصدق الله يتجي مثلا حصه الحساب الذهني ليروح لعندك، لحتى يعني بتتغير نفسيته للطفل. اكيد بتزيد ثقته بنفسه بهي الماده. خلينا نحكي هلا عن هي رقعه الارقام يلي بايدك. رقعه الارقام عندنا بعطيه تمرين للطفل، طبعا بورجيه عليها انا للرقعه، بفرش له اياها. بعطيه تمرين مثلا 2+5، هو بده يحط ايده فورا على الناتج. فهي بتجي منافسه بين طالبين، فاللي بيجي ايده اسرع هو بياخذ النقطه. فينا بس نفردها شوي مشان تبين على الشاشه. اي تمام. هي اسمها رقعه الارقام لماده الحساب الذهني. تمام. نفتلها شوي هيك، معلش عم نعذبك بس مشان تطلع واضحه الارقام بالمقلوب لانه هي على شو بتساعد؟ هي على تنشيط الذاكره ولا سرعه البديهه؟ تمام. بتقوي له نوع من المسابقات. ايوه نوع من المسابقات بتقوي له ذاكرته، بتنشط له مثل ما قلت لك خلايا الدماغ عنده. بصير عنده سرعه بالحساب الذهني. هو انا لما بدي اقول له مثلا 4+5 بدي يقول لي 9 فورا، يعني بدي يحط ايده على الناتج على مباشره الرقم. فبتصير عنده بيتعلم على السرعه. طيب خلينا نحكي، في كثير ناس تعتقد انه الحساب الذهني هو بس عمليات حسابيه رياضيه، الا انه في كثير علماء واختصاصيين نفسيين واجتماعيين حكوا انه الحساب الذهني بيغير طريقه تفكير الطفل بكل حياته، مو بس بماده الرياضيات او الحساب مثل ما بنسميها. خلينا نحكي عن فوائد الحساب الذهني على حياه الطفل بالعموم. هو بصير عنده مهارات كثير، بصير عنده مثل ما قلت لكم كمان انه بتنشط له خلايا الدماغ، بتقوي له الذاكرة، بزيد عنده حالة الإبداع. حالة الإبداع كمان بتقوي له نسبة الذكاء، بتزيد عنده للطفل. طب خلينا كمان نحكي، هون شايفين عنا بزل، هون بزل الأرقام أو بزل المعدات. خلينا كمان نحكي عنه. هذا كل معداد على العدد تبعه. طبعا مثل الكروت تقريبا. تماما. بس بشكل اصغر. ايوه تمام، بشكل مصغر. هلا انا بدي اعطيه كمان فتره معينه او مده دقيقه مثلا، بدك تطبق من 1 لل99 رقم. فخلال دقيقه هو بده يطبق العدد مع المعداد تبعه، يطبقهم على بعضهم. يعني بده يشيلهم هيك. ايوه تمام. البازل لحاله والارقام لحال، الرقم بده العدد مع المعداد تبعه ويطبقهم مع بعضهم ويحطهم على جنب. فمن 1 لل99 خلال دقيقة أو أقل ممكن أحسب له، إنه لشوف كمان عنده السرعة أو قوة التركيز عنده أو قوة الانتباه عنده للطفل. فهي الطريقة كمان أو اللعبة هاي كتير ممتازة للطفل. طيب هي لكل المستويات ولا مستويات معينة؟ طبعاً. يعني نحن اليوم عم نشوف مثلا هذا ممكن كل المستويات يشتغلوا عليه، بس هو الأساسي المعداد الأول. طيب لبعدين في شيء مثلا هذا يعتبر أصعب شوي من غيره وما إلى ذلك؟ تمام. تختلف المستويات؟ هلا أنا هاي الأنشطة كلها بدخل له إياها خلال، يعني هلا جلسة بتجي 45 دقيقة، فبدخل له يعني آخر 10 دقائق من الجلسة بدخل له هذا النشاط. تمام. فهو بياخذ عدة أنشطة، فعنده بترسخ المعلومة اللي أنا أعطيته إياها.
طبعا بالختام نغم بدنا نتشكرك وشكرا على هي الفقره كمان هيك تنشطت ذاكرتنا والارقام من الصبح. شكرا لك نغم شكرا لك الكل يكون استفاد. اهلا وسهلا شكرا لك لوجودك معنا. اما هلا رح نروح لاولى تقاريرنا لليوم من المحافظات السوريه وتحديدا من حماة. افتتحت المديريه العامه للاثار والمتاحف مع ادارتي البعثه المشتركه السوريه الايطاليه موقع ابلا. خلينا نعرف تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. تحت عنوان شواهد على تاريخ سوريا القديم إبلا وآفس، افتتحت المديرية العامة للآثار والمتاحف مع إدارتي البعثة المشتركة السورية الإيطالية في موقعي إبلا وتل آفس معرض صور على سور متحف حماة الوطني. معرض اليوم هو تثبيت مجموعة من اللوحات المعدنية على سور متحف حماة بتعاون مع بعثتي إبلا وتل آفس الإيطاليتين. ما يهم هو اللوحات المعدنية التي ثبتت اليوم لتروي الكثير من التفاصيل التي تتعلق بعمل البعثتين سابقا، وفيها بعض المعلومات عن أهم المكتشفات في كلا التلين سواء تل آفس أو إبلا. كما لاحظنا يستطيع العابرين أو الذين يمرون من هنا من عسور التوقف وقراءة هذه المعلومات. طبعا البعثة عادت إلى العمل في موقع إبلا عام 2020 بعد أن تم تحرير الموقع من قبل الجيش العربي السوري. طبعا عمل البعثة هو مشروع سوري إيطالي، والهدف منه ليس عمل التنقيب وإنما القيام بعمل ترميم وتأهيل في الموقع، لا سيما بعد أن تم احتلال الموقع من قبل المجموعات الإرهابية من عام 2014 لعام 2017 وتقييم الأضرار الموجودة في هالموقع. طبعا بمشاركة الطلاب والمديرية العامة للآثار والمتاحف، والمعرض اليوم هو الهدف منه ليس فقط بالنسبة كمعرض وإنما هو مستهدف للمجتمع المحلي وإظهار أهمية الموقع الأثري والأعمال التي تقوم بها البعثة السورية الإيطالية. المعرض تضمن صورا لأهم المراحل التاريخية لأعمال التنقيب والمكتشفات من خلال البعثة السورية الإيطالية في موقعي إبلا وتل آفس. هذه الطريقة المتبعة حاليا في عرض اللوحات على السور الخارجي للمتاحف، ومنها متحف حماة حيث تم الافتتاح على متحف سور متحف دمشق واليوم على متحف حماة. هذه الطريقة منهجية ومتبعة في إيصال المعلومات للمواطنين من خلال مرورهم أمام المتاحف لتعريفهم بحضارة البلد وتاريخها. هي وجبة ثقافية خفيفة للتعريف بالمواقع الأثرية في محافظة أدلب، حيث تم التعافي طبعا هناك في المنطقة والوضع الأمني مستقر، لذلك أنه ستقوم بعثتان إيطاليتان بالعمل في موقع إبلا وآفس. موقع إبلا موقع تاريخي وحضاري مهم جدا جدا، بدأ فيه العمل من عام 1964 توقف في 2011، سيبدأ العمل فيه. ستقوم البعثة الإيطالية بالأعمال التنقيب الحالي بعد أعمال التوثيق التي قامت بها المديرية العامة للآثار والمتاحف، لذلك هذه اللوحات هي معلومات تشرح عن تاريخ المنطقة، تاريخ محافظة إدلب، تاريخ إبلا. واحتوت اللوحات المعروضة على معلومات غنية عن تاريخ إبلا وتل آفس، وتعتبر هذه التجربة من التجارب المهمة على أسوار المتاحف السورية، حيث يجد المارون المعلومات والصور المهمة عن أي أخبار ومكتشفات أثرية. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة. وأكيد سلمان اللي تعني فقراتنا فقرتنا طبية بحت ولكن إلى علاقة بقعدتنا مثلا هلا مثلا هي من القعدات اللي نحن بنقعدها فترة طويلة وغيرنا كثير من الموظفين نفس الشيء. تماما، كثير من الموظفين للأسف بيقعدوا قعدات خاطئة ورا مكتبهم أو بأوقات دوامهم ممكن يتحركوا حتى بعض الحركات اللي ممكن تكون خاطئة ومؤذية، وبالتالي بتسبب لهم آلام بالظهر كامل أو بالعمود الفقري أو آلام أسفل الظهر. في إلى كثير من الأسباب، وهي الأسباب ممكن تعود لطبيعة عملنا وطبيعة الحركات اللي ممكن نحن نعملها خلال دوامنا. اليوم ما رح نتعرف على كتير تفاصيل شو أسباب هاي الآلام وطرق علاجها أيضا، وكيف ممكن نوقي حالنا ونقعد قاعدة راكزة وتكون صحية لنا ولجسمنا. كل هاي الأشياء مع الدكتور بهجة عكروش، اختصاصي إسعاف الجراحة والكسور العظمية. صباح الخير دكتور. صباحك.
صباح الخير دكتور بهجت. صباح الخير. خلينا نبلش مع حضرتك. نحن بنعرف يعني أول شيء ممكن يؤدي للمشاكل بالعمود الفقري هو القعدة الغلط، دائما بنسمع عن هذا الشيء، واحد قاعد غلط أو قاعد لفترة طويلة. فخلينا نحكي عن جذر هاي المشكلة، الممارسات الخاطئة اللي بنعملها يوميا. مشكورين على هذا الطرح اليوم، هذا طرح قليل ما يتم تداوله بسبب البحث دائما عن الأمراض، لكن دائما هناك أشياء كثيرة يمكن أن تحدث من خلال تصرفاتنا اليومية، من خلال عاداتنا الطبيعية جدا. عم تطلع علي فبلشت تركز عادتي. أكيد يعني للأسف كله عم يأثر على موضوع الظهر وآلام الظهر. البداية الأولى هي الرتابة التي نعيشها، الروتين اللي منعيشه، قلة الحركة اللي منعيشها. تعودنا على زمن السيارة وممنوع الحركة والرياضة، ما في كل كله ثابت، القعدة الطويلة على الموبايل، القعدة الطويلة على الكرسي. وللأسف الموبايل هو يمكن أكثر حالة عم تكون هي مؤذية لآلام الظهر والرقبة حد ذاته. عم نلاقي دائما الشخص بيقول لك بيجينا في عندي آلام بأكتافي، آلام بظهري. بتبحثي بالدوري ما بتلاقي مرض يعني سبب جوهري ليعمل هذا المرض إلا الحالة العادي اللي هو بيتابعه. بترجعي معه بتفهمي تماما أنه هو السبب الرئيسي هو هاي الممارسة الخاطئة من عدم الرياضة، عدم الحركة، الثبات الدائم، القعدة الخاطئة. وللأسف القعدات الخاطئة يعني نحن حضراتكم قاعدين القعدة النظامية السليمة اللي هي دائما بتكون الظهر مشدود اخذ الزاويه القائمه مع الساقين. هي الحركه هي اللي طيب هي غلط دكتور؟ طبعًا لف رجل عجل هو نحن ما بنرتاح بالقعده خصوصا السيدات، يعني بشكل عام هي عباره عن تعود. هي شو مضاره؟ المضاره اهم شغله هي موضوع الضغط اللي بيصير انا لما بكون قاعده هي القعده الطويله. فانت عم يصير بشكل يعني بشكل طبيعي جدا عم يصير في ضغط على الركبه وعم على الطرف الثاني. الضغط شو عم يعمل؟ الضغط عم يخفف قله تدفق الدم بالاتجاه، لانه عم يصير في ضغط. فاي تدفق للدم اللي هو تغذيه للعضلات وللاوتار بيتوقف او بيضعف. هذا الشيء بيعمل يباس بالعضلة أو يباس بالوتر. طبعا هذا مقبول للحظات دقائق إلى آخره، تغيير نوع من التغيير لحالة الجسم أو من شان الحركة. لكن هناك من يجلس جلسة طويلة هو حاطط رجل على رجل، هذا بنلاقي إذا أنت بتلاحظي بتلاقي بعد ما نزلت رجلك بتلاقي مضغوطة، بتلاقي بقعة حمراء موجودة، هي نتيجة الضغط الكامل على هي الأنسجة. والأنسجة لما تنضغط بخف ترويتها وبالتالي تخف حركتها. إذن العادات الخاطئة من خلال الجلوس الغير نظامي، نقعد قعدة طويلة، نقعد قعدة نضطجع بشكل مايل، بتكون العضلات بالظهر من مكان مرخية من مكان مشدودة كتير. هذا الشد وهي الرخي أيضا بيعمل خلل بتوازن التوازن عند الجسم على العمود الفقري. بتلاقي في صار في عنا تقوم أو شد بطريقة أو بأخرى على مكان التكرار بهذه الحالة تصبح حالة راهنة. هذه الحالة الراهنة من مكان مشدود من مكان مرخي. فأكيد بالنهاية هذا بيعمل آلام بكل تفاصيله. وللأسف أنه ما لازم تصير، وفينا نجنب نفسنا كثير من هاي الحالات من خلال هذه العادة. طيب دكتور، هاي الأعراض أو هاي الآلام نتيجة هاي الحركات الخاطئة أو العادات الخاطئة يلي نحن عم نعملها اليوم، لوين ممكن تودي هاي الآلام؟ شو هي الأمراض يلي ممكن تسببها هاي الآلام؟ ولا خلاص هي بتضل عبارة عن آلام ممكن تتشافى بأدوية، ولا ممكن تؤدي لأمراض؟ لا أكيد بتؤدي، لأنه بالنهاية بالتركيب الفيزيولوجي للجسم والتشريحي العضلات هي مرتبطة على الفقرات، وبين الفقرات دائما عم يكون في مسير الأعصاب، يعني بتطلع الأعصاب. لما تصير في تشنج للفقرات عم تضغط. هلأ إذا كانت من جهة واحدة عم تعمل انقراص من الفقرات، عم تضغط على الأعصاب، وبالتالي عم تعمل آلام عصب وركي أو خلال على الطرفين العلويين.
هذا الشيء من خلال لا سمح الله حركة غلط طالعين بالسيارة على مطب ممكن يصير في ضغط تؤدي إلى فتق نوالبية وتعمل ديسكات، بينما لما بتكون العضلات جيدة جدا وواقفة وأخذ مكان الطبيعي وماسك العضل بيتعرض للحالات المصاب أو الشخص وبالتالي بيكون مقاومته أقبل أكبر من هذا الموضوع، بينما لما يكون في انقراص أو في تقوم في شد ممكن تؤدي إلى فتق نوالبية وانقراصات وهذه تصبح غير قابلة للعلاج إلا جراحيا إذا صارنا بالفتق. أما إذا كانت حتى بالانقراص يعني بيضل يعاني بفترة معينة طويلة. هلأ إذا كنا بفترة أولى اللي هي فترة التشنجات هي تعالج من خلال أدوية معينة ومن خلال أيضا عادات يعني مخالفة لعادات الخطأ ممكن أن تؤدي إلى العلاج. طيب دكتور بهجت خلينا نحكي عن نقطة مهمة كتير أوقات وخصوصا هلأ بهي الفترة اللي نحن فيها بين الخريف والصيف بيصير فجأة مثلا افتراق حراري فرق حرارة، شخص مثلا ممكن يكون ماشي بالشارع عرقان دخل على مكان مغلق المكان فيه مكيف صار عنده شد عضلي مثل ما بيقول وتبت أو انشكلت تمام. مثل ما بيقولوا كتير بنسمع كمان عن طرق خاطئة أو تقليدية شعبية قديمة إنه عملوا مساج فروك رقبتك ما بعرف شو حط بشكير سخن وكتير أسباب خد حباية جيب دواء مرهم وما إلى ذلك. خلينا نحكي عن بما أنه حضرتك مختص وهي تعتبر حالة إسعافية ممكن أي شخص يمر فيها أو أحيانا بيكون عم يطلع لمكان معين لفترة طويلة بيرجع بيقول انشكلت، نحكي عن هاي التفصيل شو العلاج الصحيح الإسعافي السريع. مشكور على السؤال. بكتير بتصير التشنجات او الشكله او انبرق ظهري هي التعابير العاميه اللي بنسمعها كلياتنا، هذا شيء طبيعي جدا بيصير نتيجه اما حركه خاطئه غير مدروسه غير متوقعه، واحد فجاه برم بطريقه لسه العضله ما انا اخذ القرار الصح في قرار دماغي شيء يعطي شيء وهي بمكان ثاني تعمل هذا الشد الكبير. الشيء الثاني اللي هو الافتراق الحراري. الافتراق الحراري شيء مهم جدا ولازم انا رح اوضح ببساطه جدا شو يعني افتراق حراري، شو ممكن لنعرف تاثيراته. جيبي كاسه بلور حطيها بالبراد خليها بارده، او ايام البرد بتكون بالمطبخ الكاسه بارده، جيبي بتصبي شاي شيء سخن شو بيصير فيها؟ تلاقيها فورا بتتكسر، ممكن تنكسر فورا. السبب لانه الافتراق الحراري التبدل الحراري من بارد الى ساخن تؤدي الى فرقعة. طيب هذا بالازاز كيف اذا بالعضلات؟ فنفس المبدا والجسم لما بيكون هو بمحالة حرارية يعني متعود على حرارة معينة طلع فجأة كان جوا جنب الصوبية وطلع او كان شوب كتير وجه تحت المكيف نفس المبدا هذا الافتراق يؤدي الى العضلة شو تعمل بدها تحاول تعاكس هذا الموضوع فبتتشنج. تشنجها بيؤدي الى اللي عم تسميه وتاب، بنسميه تشنج بنسميه تقوم اللي بدك اياه انشكلت شو ما بتحبي. فهي عباره عن حاله رده فعل نتيجه هذا الافتراق الحراري. كثير مهم هلا بنقول لكل اللي عم يشوفونا وعم يسمعونا انه بالحالات وخاصه بهذا الوقت البرد اللي بيجي هلا اصعب بكثير من البرد اللي بيكون بالشتاء. شتى لأنه الجسم تعود على نمط حرارة معين وتعود على أنه في برودة، بينما هلأ بيكون بنهار كتير مشوب خفف لبسه لبس صيفي بعد شوي المساء بتلاقي صار في برد قاعد على البلكونة إلى آخره بتلاقي بيقوم بتلاقي كتافه يابسين صحيح. أو ظهره يابس. إذن ممنوع لازم ننتبه تماما على هذا الموضوع. نقطة كتير تانية مهمة بتصير بتجينا من خلالها على العيادة بيقول لك أنا والله كنت بالحمام طلعت أنا بالبيت دافي البيت دافي البيت صح يعني بس جوا الحمام الحرارة عالية جدا بخار مثل السام حرارة عالية جدا بالبيت صح دافي البيت لكن درجة الحرارة أقل بكتير يعني في على الأقل 10 إلى 15 درجة فرق. فبيقول لك أنا جوات البيت ما طلعت لبرا ولو كان الافتراق الحراري هذا لازم نحن نحسب حسابه وقت نطلع من الحمام ما نطلع مكشفين لازم
نغطي حالنا، نغطي ظهرنا ونغطي كتافنا حتى لو كنا جوات البيت الدافي، لأنه الفرق الحرارة. إذا كل هذا الموضوع ممكن أن يعمل آلام كتير، تشنجات كتير، وبالتالي بنوتب بننشكل وممكن تأخذ فترة طويلة. في ناس بيقول لك يا دكتور صلي شهر مشكول، يا معقولة؟ إيه بتضلك شهر مشكول طالما السعد الشد موجود وما تعالج صح. طب شو الحل؟ الحل طبعا من خلال العلاجات الدوائية والعلاجات العرضية. هلأ العلاجات العرضية من انه الكمادات الساخنة طبعا كتير مهمة، العلاجات الدوائية اللي هي مضادات الالتهاب غير استرويدية والمسكنات لابد منها مع الكمادات الساخنة. شيء حكيتيه كتير كتير مهم، في ناس بتفكر انه انا بس تشنجت تعملوا لي مساج. غلط. بعد ما يخلص المساج بيضل يولول طول الليل عم يصرخ من الألم. طبعا قلت لي دكتور طيب التشنج معروف انه هذا بدنا نعمل له مساج. المساج بنعمل بعد ما يترتخي العضلات شوي. بحالة التشنج الشديد بعطيه مثال كتير بسيط ابسط ما يمكن عشان الكل يستوعبه بسرعة. اذا واحد بيكون معصب، انت بتكوني معصبة عند الصبح فايقة معصبة، بيجي حدا بيقول لك صباح الخير، تيجي سلمى بتقول لك صباح الخير، حلي عني هلا بلا صباح الخير بلا. وليه لو عملت هيك شو بعمل فيها؟ وانت ليش؟ لانك معصبه. ابدا نحن خاصمين اصلا. الله يبارك فيكم ويقويكم. فهذا الحكي اذا كنت يعني حدا عم يقول لك صباح الخير بس لانك معصبه ما بتتحملي حتى كلمه صباح الخير. بينما اذا كنت رايقه يمكن تجي بعصبة سلمى وعم تعيط وعم تصرخ تقول لي روقي شوي طولي بالك. ليش؟ لأنك رايقة. يا سلمى روقي. لا ما رح. إن شاء الله دائما روقي. فالقصد لما تكون العضلة متشنجة ومعصبة ما بصير إجي ألعب فيها أنا. يعني هيك شو بكون عم ساوي؟ عم هيجة. عم زيد زيد الوجع. عم هيجة عم حركها. طيب استنى شوي بنعمل كمادات سخنة، بناخذ مسكنات، ناخذ مرخيات عضلية. هدول الكريمات اللي بتنحط ممكن إلا كريمات إلا مرخي إلا عضلي إلا. او في حب مرخي عضلي ممكن ناخده، ما رح نذكر اسماء تجارية أكيد. لكن مرخيات عضلية او مراهم مرخيات عضلية نوعا ما مع كمادات سخنة العضلة بتبدأ ترتاح شوي. بعد ما ارتاحت ممكن نحن نساعدها بمساج. اما من الخطأ الشائع والكتير كبير اللي بيلجأوا له كتير وبيجينا بعده عم موجوعين الناس انه انا عملت مساج. ليش؟ لانه انت بهالحالة هي دخلتي على العضلة بالوقت اللي هي معصبة متشنجة. مثل مجروح وحدا عم بيحط شيء على الجرح تحطي كحول عليه مثلا للأسف هي كتير بتصير. فاذا ممنوع المساج الا بعد ما يتم تناول بعض الأدوية المرخية العضلية مع بعض الكمادات الساخنة. وقتها بنلاقي المريض مهيئ انه يعمل له مساج والمساج بيكون بهي اللحظه مفيد مانو. طيب دكتور خلينا هيك نرجع لعند الاشخاص يلي بيعانوا من الام بتظهر نتيجه القعدات الخاطئه، قاعده ورا مكتب. يعني اليوم في كثير اشخاص وكثير مهن متعدده يمكن ما نخلص لعد، هي بتضطر للشخص ان كانوا رجال ولا نساء يقعدوا ورا مكتب او على كرسي او على يضلوا قاعدين بمكان طويل. طب اليوم هي الالام هي ما بتصير للرجال وللنساء بنفس الآلام بنفس الأماكن بنفس الوقت كمان نفس طريقة العلاج؟ هلأ يعني النساء مظلومين دائما يصابوا بأكثر من الرجال. السبب ضعف الكيان العضلي تبعهم فعضلاتهم ضعيفة شوي. الرجل يمكن يروح على النادي يروح أكثر من النساء يعني بهالحالة. هو جسدياً معروف جسدياً فيزيولوجياً بتكون أقوى لذلك تحمله أقوى فيصابوا النساء أكثر وأكثر ما يصابوا بأسفل الظهر خصوصاً لسه بعد الحمل والولادة. هاي الأسباب بقى العادية اللي نحن نقول فيها إلى علاقة بالحمل إلى علاقة بطريقة العمل إلى بس بدي نبه لشغلة صغيرة. اللي بيعدوا أعداد طويلة بهي الطريقة المطلوب منهم ما يعدوا قاعدة طويلة. كيف يعني؟ أنا مضطر أنا عملي مكتبي وبدي أقعد على الكمبيوتر فترة طويلة تمام. فشو ساوي أنا؟ يفترض على الأقل كل ساعة ولو دقيقتين قوم غير الوضعية اللي أنا فيها. أعمل حالة شد، أعمل حالة تمطيط للعضلات، اتحرك شوي لحتى ما ترجع تاخد على نفس الروتين تبعها. فإذا المطلوب من الأشخاص اللي عندهم مهن سائق، حلاق، قاعدة مكتبية طويلة على الكمبيوتر، بيشتغل مونتاج بيطول هو وقاعد،
كله هذا معرض لهي الحالة. فالمطلوب منه بهالطريقة فقط أنه كل ساعة يقوم ولو دقيقتين فقط يقوم يعمل تمطيط، يعمل حركة، يرجع لشغله. يعني دقيقتين ما بتصور ممكن واحد ضل قاعد 8 ساعات ما يتحرك. لازم بيقدر كل ما بيقدر يقوم يغير شوي، وبشكل رئيسي يحط اللي بيقعد عليه يحط مخدة وراء ظهره مشان دائما تسنده. هذا من الحركات الضرورية جدا بالبيت. نحن ما المطلوب نروح دائما على النوادي، فينا بالبيت الحركات السويدية اللي كلياتنا تعلمناها بالمدارس، تمطيط الظهر هذا كتير مهم وممكن يساعد على عملية الهروب من هذه الحالة وعدم الإصابة فيه وبالتالي التوجه باتجاه الشفاء. قبل ما نختم سريعا، اللي بيكون عنده مشاكل بالرقبة بيجيب رقبة هو من الصيدلية أو من المحل اللي بيحطها، هذا الشيء صح؟ أكيد لا. تأكيد لا. موضوع الرقبة هي تدرس بشكل صح. لما يكون في عنا انقراص بالعمود الفقري الرقبي، في عنا تقوم شديد، ضغط على العصب، فنحن بنحط الرقبة لنحاول نمطط الرقبة، عضلات الرقبة حتى تخفف الضغط عن العصب. وهذا الحكي ما بيصير يضل بشكل دائم، فترة طويلة طويل، بنحط فترة بينقام فترة، بنحط فترة بينقام فترة، ساعة ساعتين، ساعة ساعتين مع الكمادات لحتى تفيد. أما انه نجيب انا قبه وحطه وضل قاعد طول النهار عامل هيك انه انا عم مطط، هذا بالعكس بكون عم يأذي، لانه العضلات لما تضل مططة تمطيط من خلال الرقبة. شوفي المطاطة انت العادية لما بكون تعمليها هيك تكون مرنة، بعد شوي شديها اكتر، شديها ترخي، ما عاد تشتغل العضلات بالشكل الصح. صحيح. وهذا نفس الشيء بيعملوه بالعضلات الرقبية. اكيد. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا الدكتور بهجت عكروش، ونتمنى اكيد السلامة للجميع، ورح نسمع منك هلا نقوم نعمل فاصل ناخذ تقارير ونمشي شوي. شكرا لك دكتور، كل المعلومات اللي عرضناها اليوم. مشاهدينا هلا رح ننتقل لمحافظة حمص، بس ولكن مع السلع الواسعة من المستلزمات المدرسية والقرطاسية والمواد الغذائية والمنظفات، أيضا صارت ضمن معرض خيري وهو 13 يلي أقامته الأخوية المريمية لمطرانية السريان الكاثوليك، وتفاصيل أكثر رح نتابعها بهالتقرير التالي. تشكيلة سلعية واسعة من المستلزمات المدرسية والقرطاسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى معرض للكتاب وألعاب للأطفال ضمن المعرض الخيري 13 الذي أقامته الأخوية المريمية لمطرانية السريان الكاثوليك في باحة كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية في حمص، والذي حمل عنوان العودة للمدرسة. نحن هالمعرض أخوي المريمية في كاتدرائية الروح القدس مطرانية السريان الكاثوليك شارع الحميدية الرئيسي، هدفنا يجوا يقضوا ساعة، نص ساعة، ساعتين، نلاقوا شيء ألف مبروك عليهم، في ألعاب للأولاد، يدخلوا بجو من الفرح. معرض تقريبا نحن معنا بحدود 15 جناح غذائية صحية، مكتبة، في عنا مكتبة الكتب غير القرطاسية، مكتبة الكتب كمان جوا، عنا ألعاب. هلأ نحنا من قبل الأزمة نحنا متعودين هون كل سنة بنعمل هذا المعرض الخير السنوي، وتعودنا عليه بعد ما فتحت الحارة بعد الحرب ورجعنا. نحنا بلشنا فيه هو لدعم الفقراء، لدعم الأطفال والمسنين، بس كان الهدف الأول والأخير هو روح المحبة اللي عم تجمع الشباب والصبايا وعم تجمع أهل الحارة هون. المعرض يشهد سنويا إقبالا من الأهالي كونهم وجدوا فيه أسعارا مقبولة، حيث يعود الريع للأطفال والمسنين والأسر المحتاجة. المعرض نحن عنا يا أساس يكون كل سنة بهذا الشهر بهدف أنه نجمع تبرعات لمساعدة الأولاد الفقراء وبعض العيال المحتاجة. الجناح اللي مشاركين فيه هو قرطاسي ومكتبي، طبعا حاولنا نحط الاسعار بطريقه مدروسه كرمال تناسب مع مختلف الاعمار وهيك، ويعني هي يعني اجا مشان انه اشتري شيء لازمنا ومشان كمان ساعد العالم المحتاجه. الحقيقه المعرض جيد، منتجات منوعه غذائيه وقرطاسيه والبسه وشوزات للاطفال، البسه رياضيه، والحقيقة الأسعار كتير كتير مقبولة وأرخص من السوق بنسبة معينة، نسبة منيحة يعني تتجاوز 25%.
المعرض الخيري السنوي الذي يستمر لعدة أيام ويسهم بتخفيف الأعباء المادية المترتبة على الأسر إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية بسعر منافس ومشجع. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من حي الحميدية بحمص القديمة. فقرتنا الختامية لليوم مع عفاف، فينا نقول عنها مسك الختام. دائما مميزة هيك الفقرة لما بتكون عن الحلويات بالذات. طبعا مثل ما بنعرف كتير مشاريع صغيرة اعتمدتها السيدات السوريات كانت تعتمد على صناعة الحلويات بالمنزل، وطبعا من خلال تحويلها لمشروع صغير تستفيد منه السيدة وبتشارك بكتير معارض وبازارات أو بيكون عندها صفحة خاصة فيها. اليوم رح نتعرف أكثر عن احد السيدات، رنا بركات، ومشروعها. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير رنا، واهلا وسهلا فيك. هلا هذيك المره كان عندنا هيك مونه باخر فقره، كان ناقصنا خبز، اليوم ناقصنا فنجان قهوه معنا. خلينا نحكي عن هذا المشروع اكثر، وامتى بلشتي فيه؟ يعني انا شايفه كثير شغلات مميزه، ما هو مشروع سهل. هلا مشروعي اسمه رنا سويتلاند، بلشت فيه تقريبا من سنتين. هو بيشمل كل شيء بخص المناسبات، من أعراس، أعياد ميلاد، حفلات تخرج، يعني لكل مناسبة في إلى موديلات الخاصة. حلو. تمام. بلش هيك نستعرض الموديلات. تمام. ونحكي هي أول شيء شو هاي لوزينة ولا شو؟ لا، هاي آيس بوبس اسمها، محشية، هي مثل كيك يعني، و في تيها تكون معجونة بشوكولا بأي شيء. تمام. فيعني وهيك إلى موديل الخاص، وهيك يعني في كذا قطعة. هلأ هذا صار دارج هذا الشكل، يعني تمام. عم نشوفه اليوم، فينا نقول هذا آخر ترند بتصميم الحلويات يعني. تمام، هيك يعني كل شيء بيخص السكر والديزاينات، يعني كل مناسبة إلى ديزاين الخاص، إلى شغلات الخاصة. تمام. يعني انت بلشتي من اي مات، من اي سنه؟ انت وصغيره. هلا انا بحب كثير شغلات الهاند ميد، يعني كل شيء بخص الهاند ميد بحبه، بس الحلويات وهيك قصص بلشتها من سنتين. من قبل كنت اشتغل بالاكسسوار وهيك شغلات، بعدين بلشت بكل شيء حلويات، وبحب يعني كل شيء بيتشكل بالسكر وهيك، بحس انه بحب الهاند ميد كثير. هي خاصه بالحلويات. هي قلنا هي عم مصممتها، هي مصممتها خصوصا للوجو الاخباري. طيب هي اذا بدنا نحتفظ فيها شو بنعمل؟ لازم تعملي لنا مشان تصير علامه فارقه لنضيف فيها كل الضيوف. خلص. تمام. خلينا نحكي كمان عن فكرة مهمة اليوم. صناعة الحلويات صار في كتير مجال منافسة اليوم، وخصوصا صناعة الحلويات اليدوية. خلينا نحكي عن هذا الشيء، وكيف حاولتي تعملي بصمة خاصة لك بهالوقت اللي صار كتير ناس عم تشتغل هالشيء. هلأ أهم شيء أنك أنت تشتغلي شيء هاند ميد، يعني ما يكون قالب أنت عم تشتغلي عليه. مثلا في كتير شغلات عندي أنا شغل إيد، أنه ما أنا قالب، ما أنا شيء، فهذا الشيء اللي بيميزك. يعني أنت كل ما كنتي عندك شغلات شغلتيها بإيدك عملتيها، فهي اللي حتميز شغلك، لأنه ما لح يكون مثلك مثل غيرك، لأنه كل شيء بتعرفي هاند ميد بيكون مميز وله بصمة. رنا كمان خلينا نعذبك علي شوي. كمان انت عم تعملي كمان حلويات خاليه من السكر، هي خاصه لامراض السكري واللي ما بيقدروا ياكلوا سكر او عاملين دايت. هلا هذا الشيء بيجي حسب الطلب، يعني فينا نخفف سكر، فينا نعمل شيء مثلا بالعسل، بهيك قصص. مثلا عندي مثل اللوزينه فيني اعملها سكر خفيف، في هيك قصص يعني. فعندي هدول الانواع، انه اللوزينه ممكن اشتغل. تمام. هي اللوزينه هي ممكن مثلا اعملها سكر خفيف، هي معموله بالسكر الخفيف. ايه تمام. طيب البسكويت كمان عم تعمل شيء فيه سكر؟ هلا غالبا انه ممكن نخفف سكر، بس اجمالا اللي فيه عجينه سكر يعني رح يكون شوي سعرات. تمام. تمام. فمشان هيك يعني ما كثير بروح على اللوزينه اكثر، اللي حابب مثلا يعمل حميه يعمل شيء على اللوزينه يعني. طبعا رنا اكيد مشروعك جدا مميز، والأميز يمكن هو بصمتك الفارقة. سمعنا كمان أنه حتى في تمييز بالموضوع الاقتصادي، يعني أسعارك كيف ممكن تناسب جميع المناسبات ولا جميع العائلات. ممكن في أشخاص بدهم يعملوا بارتي صغير، ما يمكن
مقدرتهم الماديه ما تكفيهم. هلا اجمالا انه مشان انت تاخذي شيء مميز اجباري بدك تحطي مواد تكون كمان ما فيكي كثير تخففي بالمواد، فهو انا بحاول انه يكون اسعاري وسط نوعا ما، يعني انه تناسب مناسبه يعني مناسبه لكل الزباين. طبعا لكل الزباين انه شو ما كان وضع المادي. طيب خلينا نحكي رنا عن التسويق اليوم، التسويق وخصوصا بالمهن اليدويه واللي بيكون مشروع صغير مثل حضرتك بيعتمد على السوشيال ميديا، قد ايه ساهمت السوشيال ميديا بمساعدتك وهل في شيء طريقه ثانيه عم بتسوقي فيها؟ تمام، هلا السوشيال ميديا ساعدت كثير، عندي صفحه اسمها رنا سويتلاند على الفيسبوك وعلى الانستغرام كمان رنا سويتلاند، ساعدني كثير طبعا بالانتشار السوشيال ميديا، بتعرفي يعني انت هلا بهالعصر اكيد، وكمان انه بحكم انه زوجي هو بيشتغل بكل شيء بخص الاعراس وطاولات الاعراس والمناسبات، فانا تكامل. تمام يعني هي كان مشروع عملته انه مثل شيء تكامل مع شغل جوزي فصار كله كامل متكامل. تحيه ليس على الصباح. تسلم رنا، كمان سمعنا انك شاطره كثير بالكوكيز، واي حدا اليوم بده يعمل اي اكله بنساله انه شو عامل فيها بيقول لك سر المهنه، او دائما عند الشيف او صاحب الطبخه في عنده سر ما بيعطي لحدا، اليوم انت كمان الكوكيز بتعمليه كثير طيب، ممكن تعلمي مهنتك او تعطي هذا السر لحدا غيرك؟ هلا ممكن كثير، بس اهم شيء يكون هو عنده صبر وله خلق على هذا الشغل، لانه هذا الشغل بده كثير صبر وكثير تعب، يعني انت مثلا في شغلات كثير ناعمه هي كلها مثلا شغلات خصوصي، مثلا شغل الايد مثل اليونيكورن هذا كله مثلا شغل ايد بدك ترسمي بدك تعملي قطع، حدا بده يكون كثير له تمام هذا عم بشوف، فكثير بده يكون له خلق وصبر انه هو يشتغل بهذا الشيء، انه ايه اوكي ممكن يتعلم، اما غير هيك صعب الواحد اذا كان لجوج وعجول مو ممكن يعني انه طيب رنا خلينا نحكي شوي، اليوم اي شيء الواحد عم يعمله بيكون فيه له صعوبات، اكيد يعني ما حيكون كل شيء حلو مثل الاسم الحلو، بس يعني اكيد في صعوبات معينه مريتي فيها، شو هي الصعوبات وكيف قدرتي تتخطيها؟ هلا طبعا الصعوبات مثل ما كلنا بنمر فيها هي التامين مثلا الغاز هدول القصص، لانه مستلزمات وكله بتعرفي انه بدنا نعمل تازه ما فيكي انت تعملي وتخزني عندي، صحيح، فهي المشكله انه انت دائما بدك تكوني تأمني غراضك تحسني تأمنيهم، يعني مثل الغاز مثل الكهرباء، يعني معناته انت بتعملي على الطلب؟ على الطلب طبعا حتى يكون كله تازه اصلا، يعني فانا بعمل كل شيء على الطلب، ما فيني اعمل كميات وخزن لانه بتعرفي بينشاف مثلا الكب كيك بينشاف الكوكيز كله اللوزينه بتقسى، فانت كله بده يكون تازه، يعني هدول كلهم هاند ميد اللي معمولين هذا مو قالب، يعني فمشان هيك هي الميزه اللي خلينا نعرضهم هيك شغل. تمام، يعني عم نشوف هون كمان رسم وابداع وقصص كثير حلوه دبدي جد لسه ما نقول نفس الجملة يعني. ما قلنا قلبنا كله من جماله، هي الجملة دائما بسمعها انه كيف نحن ناكلهم انه عن جد ما قلنا قلب. تمام، خلينا نحكي عن نقلتك بين الاكسسوار والحلويات، انت كنت تشتغلي قبل بالاكسسوار، يعني هذا الشيء كمان فن. تمام، هلا انا كل شيء هيك بحب الهاند ميد، كل شيء شغلات هيك شغل ايد شغلات هي بحبها، فبلشت بالاكسسوار ما لقيت حالي يعني كثير، فرحت على هذا المجال وقلت لك بصير كامل متكامل مع مشروع جوزي، فكمان هذا الشيء انه شجعني اكثر اني اشتغله وحبيت، وقت بلشت شوي شوي، يعني اول شيء لقيت صعوبه كثير انه اعمل، بعدين شوي شوي انت بلشي تطوري حالك وتبدعي. طب فكرتي تدمجي بين الاثنين باعتبار انت كنتي عم تشتغلي اكسسوار، مثلا استخدمتي باحد الحفلات اللي نظمتيها او اشتغلتي فيها دمج بين الحلويات والاكسسوارات بشيء معين؟ هلا ممكن مثلا هلا انا بشتغل اكسسوار بالايفا، ورق الايفا كنت اشتغله، ففيني مثلا اعمل الوردات اللي كنت اشتغلها مثلا ممكن اعملها زينه لطاوله لشيء يعني حلو تكمل الستايل مثلا تبع. هلا عم نشوف هون كثير تصاميم غريبه، هي العريس وهي العروس تماما، في عريس وفي كل شيء الاعراس تمام، خلينا نشوفهم علي كمان هيك، يعني هدول خاصين بحفلات الاعراس اكثر، طنطن طيبه هيك
طبعا دوقي تفضلي. عن جد ليه عم تسألي؟ ما سألتكم يعني حاسينهم زينة؟ لا هو انه لكل المناسبات لك هيك عندك الاعراس مثلا، هدول شغلاتك الاعياد ميلاد، هي للتخرج، هي للتخرج طبعا. في عندك يعني لكل المناسبات، بحاول انه يكون شامل لكل المناسبات، هي حتى بالفالنتاين بالكريسماس، انه لكل المناسبات تقريبا عندي. تمام، يعني اليوم رنا هيك كان ختامها مسك، واكيد تعذبتي كثير، يمكن لو وصلتي انت عملتي اسم لحالك وعملتي بصمه اكيد. وهلا نحن بعد الهواء، انا ما بحب هي الشغلات بس رح اجرب ذوقي واعطيني رايي. اكيد لا راينا يعني اكيد حلو، ولكن اكيد اليوم يعني خلينا هيك نعطي نصيحة اليوم لكل سيدة عندها مشروع صغير بدها تبدأ فيه، قد اليوم مهم انه هي تملي وقتها تكون سيدة عاملة بحياتها، عم تصنع شيء، عم تصنع اسم وبصمة لها، وبنفس الوقت عم تحقق دخل كمان دخل مادي لها. اهم نصيحة ممكن توجهها لكل سيدة او صبية بدها تبدأ بمشروع؟ هلا اول شيء تآمن انه هي عندها القدرة انه هي تعمل شيء، ويكون عندها الصبر انه هي مو من اول مرة لح تنجح، يعني يمكن تجرب كذا مره بس اكيد اخر شيء هي اللي حتنجح واللي حتقدر تامن دخل ثاني مثلا لعيلتها تحسن تساعد فيه. واهم شيء تامن بحالها، برجع بقول اكيد اكيد يعني نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله مو بس مثل ما شايفين هلا هذا هي البصمه، لا تزيد اكثر وتكبر اكثر. ميرسي كثير لكم، شكرا لك لوجودك، شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك رنا، نورتي صباحنا، واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم. ما هلا سلمى كمان شكرا لك، وبقيت نهار حلو ورايق لك ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، اكيد بدي اتمنى لكم بقيت نهار حلو تقضوه لحالكم او برفقه الاشخاص يلي بتحبوها، المهم تكونوا مناح وبخير، وتنتظرونا الاسبوع القادم بفقرات جديده ومواضيع جديده ومهمه. لا تنسوا بكره تتابعونا بالبيست اوف. أكيد نهارك سعيد يا عفاف، وإن شاء الله لكل مشاهدينا يلي كانوا معنا، ونكون قدرنا عطيناكم شوية هيك معلومات، وكنا مثل ما بيقولوا ضيوف خفاف على بيوتكم عبر شاشتنا. لا تنسوا تتابعونا بالإعادة يلي ما قدر يحضر، أو مقتطفات على صفحة الإخبارية. ضلوا بألف خير، باي باي.